الحقيقة ليبيا نقدر نقول دلوقتي إنها على صفيح ساخن، عندها انتخابات المفروض إنها قربت جدا، انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، كان المفروض إن هو مقرر في 24 ديسمبر اللي جاي. والموضوع كمان زاد توتر أكتر بعد ما أعلن قائد ميليشيات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر إن الراجل خلاص بقى هيوقف مهامه الرسمية لمدة 3 شهور عشان هيبدأ إنه يستعد للانتخابات الرئاسية. برضو الجدل من ناحية تانية عمال بيتصاعد بشأن قرار مجلس النواب يوم الثلاث اللي فات واللي قرر إنه يسحب الثقة من الحكومة، وده اللي زود التوتر بين الطرفين واللي أظهر الغضب الشعبي اللي رافض لقرار البرلمان باعتباره برلمان لا يعبر عن الشعب. رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى قال إنه هيعمل مؤتمر دولي في أكتوبر عشان يحشد لدعم استقرار البلاد، وحذر من إنها ممكن تواجه تحديات حقيقية ممكن إنها تقود الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل. المنفي في كلامه قال كان اجتماع سنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك، قال إن المؤتمر هيهدف لضمان دعم دولي بصورة موحدة ومتسقة واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد. من ناحية تانية لقينا مفتي ليبيا الصادق الغرياني دعا المواطنين إن هم يتظاهروا لإسقاط البرلمان، ووصف الغرياني البرلمان بالساقط شرعا وقانونا وأخلاقا، وأنه تمادى وتوغل في إزاء الناس وارتكب جرائم في حق الشعب الليبي كان آخرها منع الميزانية عن الشعب. والغرياني بيطالب الليبيين بالخروج إلى الميادين رفضا للبرلمان. عشان كده احنا بنقول أن الوضع في ليبيا واضح أنه على صفيح ساخن، ولسه في غموض. المشهد مش واضح، هل الانتخابات في ميعادها والوضع ممكن يستقر في الأيام اللي جاية، ولا الوضع ممكن يتأزم أكتر والأزمة تزيد أكتر في الأيام اللي جاية؟ هنشوف التقرير اللي جاي ونرجع نرحب بضيفنا على التليفون نفهم منه إيه اللي بيحصل في ليبيا بالظبط. يزيد الغموض حول مستقبل البلد الذي لا يزال غارقا في الانقسامات مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة بعد أقل من 200 يوم. كثير من الجدل داخليا إضافة إلى قلق أممي ودولي حول دستورية قرار إعلان مجلس النواب الليبي سحب الثقة من الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة. بعض المحللين والخبراء اعتبروا أن القرار غير دستوري ويهدف إلى عرقلة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وأن قرار سحب الثقة مطعون فيه دستوريا لأن النصاب القانوني لسحب الثقة من الحكومة من قبل البرلمان لم يكن كافيا، فالأغلبية التي اشترطها الإعلان الدستوري هي وجود 121 نائبا في الجلسة، وهو ما لم يحدث. رئيس المجلس عقيل صالح رأى أن القرار كان دستوريا ولا يتعلق بالانتخابات، وارتكزت مبرراته حول إنفاق الحكومة أكثر من 40 مليار دينار من خارج الميزانية قبل موافقة البرلمان عليها. وإن لدى أي نائب أو عدة نواب الحق في التقدم بطلب استجواب للحكومة، وهذا ما حدث وحضرت الحكومة وأجابت عن الأسئلة، لكن يبدو أن ردود الحكومة لم تكن مقنعة، ولذا طلب ربع النواب بسحب الثقة، يقول الرئيس، وحددت جلسة لمناقشة الردود وجلسة أخرى لسحب الثقة، وهو ما حدث أيضا في حضور 110 نواب، وكان التصويت بموافقة 89 نائبا فضلا عن 11 نائبا آخرين وافقوا بمكاتبات، لكننا لم نحسبهم في عملية العدد. النصاب وعدد الحاضرين أثار الكثير من الجدل، حيث رأى خبراء أن عدد حضور جلسة سحب الثقة كان 113 نائبا، لكن صوت منهم 38 ضد سحب الثقة، ما يعني أن الموافقين كانوا 75، وهو أقل من عدد 86 الذي يجب أن يتم الأمر به.
مخاوف أخرى أثيرت حول تأثير القرار على إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وهذا ما عبرت عنه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي أكدت في بيان أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات. وفي ظل الجدل والغموض الذي أثاره قرار سحب الثقة من الحكومة، فإن المطالبات الأممية والدولية لا زالت تتركز حول ضرورة انعقاد الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد حتى تتخطى ليبيا المرحلة الانتقالية. الحقيقة المشهد في ليبيا فعلا معقد جدا. أنا بصراحة أكتر حاجة وقفت عندها ومش قادرة أستوعبها خليفة حفتر اللي طالع وبيقول انه هيوقف اعماله الرسمية لمدة 3 شهور عشان خلال ال3 شهور هيكون بيستعد للانتخابات الرئاسية. هل من المقبول وهل من المعقول ان الشعب الليبي يقبل بواحد زي خليفة حفتر انه يكون رئيس لي؟ واحد مسؤول عن دماء، مسؤول عن خراب، مسؤول عن تعقد الامور في ليبيا لغاية دلوقتي، يكون هو السبب في الاستقرار والسبب في النماء اللي ممكن ليبيا تواجهه الفترة المقبلة. والحقيقة مستغربة جدا، يعني أنا مستغربة جدا من موقف البرلمان الحقيقة، بداية من سحب الثقة من الحكومة، بداية من أنه رافض المواد اللي خاصة بعدم، وأنا قلت لكم لو تفتكروا في حلقة الثلاث اللي فات وإحنا بنتكلم عن ليبيا لكم ان البند اللي محطوط والخاص بالعسكريين، ان العسكريين ما يحق لهمش ان هم يترشحوا للانتخابات الرئاسية، وخصوص ولازم يكون على الاقل مر 2 أو 3 سنين على انهائهم للخدمة عشان يتقدموا. تركم الشرط ده محطوط عشان خليفة حفتر، ده محطوط عشان ينهي احلام خليفة حفتر. فالنهاردة البرلمان يرفض شرط زي ده في قانون الانتخابات ليه؟ الا اذا كان موالي لما يحدث. خليفة حفتر هو جزء من الدولة العميقة، هو جزء من الدولة اللي خرج الليبيين بثورة على القذافي عشان يسقطوا الدولة اللي كانت كلها سركة وكلها نهب ويعيشوا الحياة الكريمة والحرية والكرامة مرة تانية. فهل ممكن يوصل الوضع إلى هذا الأمر مرة أخرى؟ الحقيقة موضوع صعب جدا. وطبعا زي ما شفنا المفتي الليبي وهو بيدعو المواطنين إن هم ينزلوا ويتظاهروا ضد البرلمان. الحقيقة بقول لكم النهاردة ليلة طويلة جدا وساخنة جدا في ليبيا، هحتاج فيها ان نعرف معلومات كتير من الصحفي الليبي والإعلامي الحسن البكير. أستاذ حسن أهلا بك معنا في إيه الحكاية. أهلا وسهلا، مساء الخير وشكرا جزيلا لتناولكم الملف الليبي بكل ما سمعت وما نشاهده عبر الشرق. أهلا بك أستاذ الحسن. بداية كلمنا الوضع الآن في ليبيا عامل إزاي؟ هل بالفعل يوجد مسيرات ومظاهرات خرجت في الشوارع ضد البرلمان الليبي؟ نعم بكل تأكيد، وكنا قد نسقنا لهذه المظاهرة. أتحدث في مدينة مصراتة وهي أكبر ثالث المدن الليبية سيدتي الكريمة. خرجت الآلاف اليوم في وسط مدينة مصراتة بساحة سارية العلم، وهو مكان يعطي دلالة رمزية كبيرة لأحداث ثورة 17 من فبراير. الكل يطالب بإسقاط البرلمان. خرجت في العاصمة طرابلس مظاهرة أجزم بأنها آلاف مؤلفة، ولعل ذلك نقل عبر عدة قنوات محلية، قنوات عربية على رأسها الجزيرة وغيرها من القنوات الأخرى، نقل على الجزيرة مباشر. الآلاف بصوت واحد وبكلمة واحدة وبشعار واحد: الشعب يريد إسقاط البرلمان. أؤكد لك خروج المظاهرات في مدينة طبرق، مسقط رأس هذا البرلمان في مدينة طبرق، أؤكد لك 1000000%. كانت هذه المدينة رافضة لقرار سحب الثقة بخروج أهاليها لعدة مظاهرات. اليوم المظاهرات سيدتي في طبرق وفي البيضاء وفي غريان وفي مناطق جبل نفوسة، في مدينة مصراتة، في العاصمة طرابلس، في زليتن، في الخمس، في الجنوب الليبي. الكل سئم من هذا البرلمان الذي استخسر حتى في الشباب
منحة الزوج والزوجة التي أقرها مجلس الوزراء، وقالت إحدى نوابها على لسانها بأنها فضيحة أخلاقية، ولا أدري أين الفضيحة الأخلاقية في الجمع ما بين زوج وزوجة على كتاب الله وسنة رسول. شر البلية ما يضحك طبعا. طيب أنت رأيك إيه في الدعوات اللي طلعت من المفتي وبيطلب من المواطنين إن هم يخرجوا؟ يعني هل الجهة الصحيحة أو الشخص هو المعني أكتر بخروج المواطنين؟ خاصة أنه اتهم البرلمان بأنه فاسق وغير أمين ومتدني أخلاقيا في البيان اللي صدر عن مفتي ليبيا. أنت شفت البيان إزاي بما يحمله من ألفاظ شديدة الحقيقة؟ نعم، هو سيدتي الفاضلة البيان لم يخرج من المفتي، أو لا أدري إن كان خرج من بيان يمثل سماحة المفتي الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني صحيح حفظه الله، لكن خرج من مجلس البحوث والتشريع في دار الإفتاء الليبية الذي دعا المواطنين إلى الخروج ضد هذا البرلمان. إذن هذا البرلمان هو، أو هذا الخروج على هذا البرلمان، أصبح مشرعا من دار الإفتاء الليبية، فبذلك وجب الخروج. لكن على كل حال، نحن حتى قبل أن يدعو مجلس البحوث والتشريع في دار الإفتاء الليبية للخروج، أجزم لك بأن الشعب الليبي كان مصمما على هذا الخروج. وعلى فكرة هذا الخروج سيتواصل هذه الجمعة الأولى، الجمعة القادمة نفس البرنامج ستخرج الجموع الغفيرة مطالبة بإسقاط هذا البرلمان. هذا البرلمان كما أشرت سيدتي الفاضلة لم يترك دناءة أخلاقية أو لفظ غير أخلاقي إلا واستمعنا إليه. يعني أنا شخصيا أستحي أن أتابع جلسات البرلمان على الهواء مباشرة بجانب زوجتي أو بجانب والدي أو بجانب ابني، لأن الألفاظ غير أخلاقية، استهتار بالعقول الليبية، خيانة عظمى واضحة جلية، لعل آخرها كان ردة فعل زيارة رئيس الوزراء إلى المدبولي في القاهرة، وما تم منه سحب الثقة الذي لم ينقل على الهواء مباشرة. وربما إن كان الوقت يسمح نتحدث بتفاصيل عن أبعاد سحب الثقة والغموض الذي لم يعلمه العالم حول هذا الملف. طب خليني أسألك دلوقتي، حضرتك بتقول أن من المتوقع أن في الأسبوع القادم يكون في تظاهرات أيضا في الشوارع، طب هذه الأجواء المتوترة دي مش ممكن تؤثر على موعد الانتخابات القادمة والمقرر لها 24 من ديسمبر؟ لا لا لا، لن تؤثر سيدتي الكريمة، لن تؤثر. لماذا؟ لأن نحن إن كنا ننظر إلى هذا البرلمان وشرعيته، هذا البرلمان والله أستحي أن أقول عندنا في ليبيا برلمان، أقسم بالله أستحي أن أقول لدينا في ليبيا برلمان، أستحي بصراحة. ولكن مع الإنسان لابد أن خلينا نخلي الأسماء بمسمياتها. نعم نعم، أقول بأن هذه المظاهرات لن تؤثر على هذا المشهد، لأن هذه المظاهرات اليوم داعمة لحكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في رئيسها المهندس عبد الحميد الدبيبة وكل مكونات الحقائب الوزارية للمضي قدما إلى انتخابات 24 من ديسمبر. رئيس الوزراء في خروجه الأخير تعليقا على سحب ثقة منه من وسط العاصمة طرابلس قال: نحن نؤكد للشعب الليبي وللعالم أننا نمضي سوية نحو إجراء الانتخابات. وهذا البرلمان لا، يعني قراراته لا تنطبق على الشعب الليبي، راهو لا تنطبق ولا تنفذ على الشعب الليبي. ما هو القرار الذي اتخذه البرلمان في مصلحة الشعب الليبي؟ لم يتخذ شيء، اتخذ من داخل قبة البرلمان المصري قرار التدخل العسكري في ليبيا، وقع اتفاقيات مع الشركات الروسية الفاغنر لقتل أبناء بلدي، وافق على دخول العاصمة طرابلس التي يعني قتل فيها ما يقرب من 800 شاب من خيرة شباب ليبيا، ومن الطرف الآخر آلاف مؤلفة، يعني نشر الفتنة في البلاد، ساهم على الدخول الأجنبي، تواطأ بمخابرات خارجية أبرزها المخابرات المصرية والإماراتية والسعودية، وهذا الأمر واضح وجلي. عندما تتحدث الآن بهذا المنطلق يقول لك أنت إخواني، أو ربما هذا الصحفي إخواني، لست بإخواني ولست بعلماني، أنا شاب ليبي صحفي أرى بعين الحقيقة، أعيش داخل بلدي وأتابع الأحداث بتفاصيل يعني شائكة وبتفاصيل
كبيرة، ولكن الحقيقة أقولها للعالم أجمع عبر الشر، هذا البرلمان لم يترك بابا للشر إلا وفتحه على الشعب الليبي. هل هناك تدخلات أجنبية هي اللي مأثرة، بعض تدخل بعض الدول الأجنبية أو دول الجوار اللي لها مصالح في تردي الأوضاع في ليبيا أنها تكون سبب في موقف البرلمان؟ نعم، أنا اسمحي لي سيدتي الكريمة أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، كنت أتابع التقرير الذي ورد قبل أن أكون معكم على الهواء، هو إعلاميا الكلام صحيح لكن واقعيا نحن تابعنا الأحداث. التقرير يقول أن الذين، وهذه النقطة لا يمكن أن نجتازها في حديثنا الآن، مسألة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية. تقريركم يقول أن 89، وهذا ما نشرناه حتى نحن في التلفزيون الحكومي كونك أحد الصحفيين في هذه القناة، نشرنا 89، ولكن خرج بعد ذلك 40 نائبا من برلمان طبرق يرفضون ويقولون بالحرف الواحد أن الجلسة شابه الكثير من الغش وشابه الكثير من الخداع ولم تنقل مباشرة بتوصيات من الرئاسة البرلمانية المتمثلة في عقيلة صالح. إذن كانت حسب اللائحة الداخلية التنظيمية لعمل البرلمان يجب 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 أن تنقل كل جلسات البرلمان على الهواء مباشرة. لماذا هذه الجلسة بالذات لم تنقل؟ بعض أعضاء مجلس النواب ماذا قالوا في تصريحات شخصية لقناتنا ولي أنا شخصيا باتصالي معهم؟ قالوا والله 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 نحن ما عندنا به علم من جنود الأعمال أو من جدول الأعمال أننا سنناقش مسائل بعيدة كل البعد عن سحب الثقة. انصدمنا بأن جدول الأعمال يتحدث عن سحب الثقة، وهناك من هدد من أعضاء مجلس النواب في حال أن خرج من القاعة ربما يحصل له مثل ما حصل إلى فرج هاشم أو إلى سهام سيرجيوا رحمهم الله تعالى. البرلمان فيما يتعلق بسحب الثقة الأمر مغلوط، الأمر غير حقيقي، الأمر يشوبه الخداع وتشوبه ربما حتى الخيانة لأعراف اللائحة الداخلية لنظامهم الداخلي. فلم تكن كذلك الصورة، ليسوا 89 نائب، بالعكس تماما، الذين صوتوا لم يبلغ عددهم حتى 70 نائب. قلت لك أنه من خرجوا 40 نائب رفضوا هذا السحب لهذه الثقة من هذه الحكومة، وجاء ذلك جاء سحب ثقة بين قوسين بعد زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة تحديدا وكشفه لملابسات الفساد الذي تغلغل في القضاء المصري في القضايا الاستثمار الخارجي للأموال الليبية في مصر وفي القاهرة. جاء ذلك عقب زيارة الدبيبة، وجاءت الأوامر من الرئاسة المصرية والمخابرات المصرية إلى عقيلة صالح بسحب الثقة من هذه الحكومة لأنها أزالت الستار على الأموال الموجودة في القاهرة والمجمدة في مصر والتي صدرت بحقها أحكام مجرمة وغير منصفة وظالمة من القضاء المصري بعد انقلاب السيسي على الرئيس المصري السابق محمد مرسي رحمه الله. الله يرحمه. أستاذ حسن بكير الصحفي والإعلامي الليبي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا. شكرا.